احنا عياده مشاركه. ده كان في التسعينات. في بدايه فتح العيادات بتتاح الفرصه فتره طويله لان بيبقى ما فيش مرضى في الفتره دي. الحقيقه قضينا فتره طويله الحقيقه هو بيكتب وانا بقرا. وبدا يعني الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها النهارده ان في مؤتمر تم في الامارات كان في دبي وكان مؤتمر الامارات الصينيه. كنت محضر محاضره انا كنت متخيل انها محاضره قيمه. وفي دبي الحقيقه انت صعب جدا انك انت تلاقي مواطن من الامارات، يعني صعب جدا على ما تلاقي مواطن من الامارات بتلف وتدوخ على ما تلاقي. بعد ما انتهت المحاضره لقيت اثنين وجم عرفوني بنفسهم وقالوا لي احنا اماراتيين وحضرتك من جامعه طنطا. فقلت لهم ايوه. انا كنت متخيل ان هم يعني هيسالوني في المحاضره اللي انا قلتها. فلقيتهم بيقولوا لي انت تعرف احمد خالد توفيق. انا والله العظيم كان معقول ده كلام صدق. قلت لهم طبعا. فانبهرهم في المدح وان هم متعلقين بكل كتاباته وان هم بيتلقوها لدرجه ان انا بدات اقول ده انا في جوهره قاعد معاها في العياده ومش واخد بالي. فحتى يعني المطلوب ده انا شريكه في نفس العياده. فيعني بقيت فيه يعني بدات تتوطد العلاقه والحديث اكتر. هكمل بس الموقف ده في الجزء الكلينيكي اللي انا كنت بشرحه لاولاد الطلبه في الكليه. الدكتور احمد كان ليه سلسله اسمها سفاري. سلسله سفاري كان بيتكلم فيها جزء طبعا المهنه بتاعته كانت بتغلب فكان بيتكلم على بعض الالفاظ الهيروغليفيه. فكان من ضمنها مثلا يقول كلمه ياتروس. ياتروس دي معروفه انها كلمه بتعني طبيب. وبالتالي لو كان في خطا مهني بيحدثه طبيب اسمه ياتروجينيك. فكنت لما ببدا ان انا اشرح الياتروجينيك ديت مع الطلاب الخطا المهني اللي بيحصل فبقول لهم انتوا عارفين ياتروجينيك ديت منين؟ فهم مش عارفين. قلت لهم لان كنتم ما قريتوش كتب الدكتور احمد خالد توفيق لان هو كاتب الكلام ده. انتوا تعرفوا الدكتور احمد خالد توفيق؟ بالمناسبه انا قعدت في كليه الطب 2100 عضو هيئه التدريس. صعب جدا ان الطلبه تبقى عارفه 2100 عضو هيئه التدريس. فاكتشفت ان كل اللي قاعدين قالوا ايوه برافو عليك. فبدات ان انا اسال في كل راوند بنفس الطريقه. انا اكتشفت ان فعلا كل الطلاب اللي موجودين في الكليه عارفين احمد خالد توفيق.